والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال وميرنا مهندس. شكرا لكما سحر ودينا، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أصدر البنك المركزي تعليمات أن البنوك باستثناء فئات من القرارات الأخيرة المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية للعملاء خارج البلاد، ووجه البنك المركزي البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات وتقديم المستندات المؤيدة لذلك. وأشار إلى أن البنك المركزي أكد على عدم وجود أي حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية. أصدر البنك المركزي بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وأعلن المركزي مد سريان قرارات إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية الإنترنت والهاتف المحمول البنكي بالجنيه المصري لمدة عام. كما أعلن البنك مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي بنهاية شهر مارس لعام 2023. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء رسما معلوماتيا حول الدول الأكثر استقبالا لتحويلات العاملين بالخارج، وجاءت مصر في المركز الخامس عالميا ضمن أعلى الدول استقبالا لتحويلات العاملين بالخارج في آخر تقديرات العام الحالي 2022، ومن المتوقع أن تسجل التحويلات 32 مليار دولار، في حين جاءت الهند على رأس القائمة بإجمالي 100 مليار دولار. صعدت الأسهم السعودية مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، بينما تراجعت معظم البورصات الأخرى في الخليج بسبب المخاوف الاقتصادية العالمية. هذا وارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة 0.2% منهيا جلستين من الخسائر، ومدعوما بارتفاع يقدر ب 1.9% في بعض الأسهم للتطوير العمراني وزيادة بنسبة 1% في سهم مصرفي. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى سحر ودينا. شكرا لك مرنا إيهاب.